نجدة واستغاثة. عدوك متجج بأسلحة أكثر حداثة. رصاصي بلشاتي على صدرك هي تتوجه. رصاصي تعبى طول الوقت لذا يصعب نفاذة. من الصعب إنك تتفادى دامك تستمر تتمادى. كالعادة أرجع أهين عدوي مستحيل أتغاضى. بزيادة أزود الجرعة عليه وخبر وفاته. ما نستغرب منه دامه وقف ضدي بكل سذاجة. Why are you stupid? Why you don't understand? Believe me, it's for your sake, but you risk it all now. I'm coming for you right now. Watch out, Barbie, I take you down. So don't blame me now. I told you, pray for him before I kill. صباح او مساء الخير حسب الوقت اللي انت بتشوفنا فيه. معنا فيديو اخبار جديد ومعنا مواضيع كتير جدا هنتكلم فيها، وغالبا هيكون للفيديو دوت فيديو تاني هيكمل تفاصيل الاحداث اللي هنتكلم فيها بكرة. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة، هتلاقوا تراك جديد نزل على قناتنا التانية رابسي ميوزيك، هتلاقونا كاتبين كومنت منها مثبت تحت. هتدخل على القناة تسمع التراك، تكتب رأيك، تدعم الراجل اذا عجبك التراك بتاعه. وخلينا نسمع جزء من تراك شرف بعنوان ايزي راب 2. الحال دات ملا ملا لنا هنا بلا مدى علني وعلى ملأ ملحمة عقلي وعمره ما صابوا قلق لدى مدد لكياني يوم ما اتخلق بنا هدد انا دك ومرضاه كتير مخي ده براضي كبير يا سفيه تمطيط عالبيت بارديس لحمك لحم رخيص شي في بلادنا السات زاد فين 50 سادات وتقول للإبداع مات مال الحق ده لو خاب عمره ما يتجاب حقك لو بات نام بال خاب الشارع شرعنا يا اسطى سهل تسقط البنش بقنص خلص راب كعب رجلنا بيستطر ردي سريع انا باسطى. في الفترة الأخيرة كان في مواضيع كتير مهمة في السين المصري، وإحنا للأسف كنا متعطلين كده في موضوع سترايك، كنا بنحاول نشيله عشان نقدر نكمل الشغل تاني. لكن كان أبرز الحاجات اللي حصلة الفترة الأخيرة هو التصريحات اللي قالها دراجون عن الموجة الجديدة في السين المصري، وتحديدا كان رأيه في مروان بابلو ويجز، وكمان تقريبا كان ليه رأي برضو في أبيوسف وطريقة كتابته وحاجات تانية كتير هنوضحها دلوقتي وهنتكلم فيها بالتفصيل. دراجون هيل كان نزل أسك على الانستجرام من كام يوم تقريبا، لكن كان أبرز الأسئلة اللي اتسألها نستعرضها دلوقتي معاكو. كان في سؤال اتوجه له قال له ايه رأيك في ويجز وبابلو، فدراجون هيل جاوب وقال له بلح لو هتكلمني ان هما بيرابوا هما اقرب للمهرجانات، وده مضايقني فكرة انهم منسوبين للراب. بعد كده في حد سأله بسؤال مقارنة وقال له ويجز ولا بابلو ما تقوليش الاتنين، ودراجون هيل جاوب وقال له انت بتسأل الشخص الغلط لان ولا ده ولا ده. كمان كان في حد سأله ارجع للسين بقى وكده، ودراجون هيل جاوب وقال له رجعت ما تقلقش واللي جاي هيكون في العالي. كمان دراجون هيل اتسأل عن رأيه في يوسف جوكر، ودراجون هيل جاوب وقال له شغال، بس طبعا اكبر كدبة في راب مصر انه حط على راب اسكندرية، والكلام والعبط اللي بيتقال ده كله مضحك بالنسبة لي جدا، الحقيقة بتتحرف كتير قوي في المجال ده. كان في حد كمان سأله قال له ايجي راب سكول اصل الراب واللي علمونا يعني ايه راب، كل التقدير والاحترام ليكم بس امتى ممكن نشوفكم تاني، ودراجون هيل جاوب وقال له مقدرش اديك اجابة محددة لسؤالك، بس عايز اقولك ان ايجي راب سكول فكرة موجودة جوا كل اعضائها، وكلنا عاجلا ام اجلا بننتمي للاسم ده. طبعا جدير بالذكر ان يانج كابالو رجع من فترة من ايجي راب سكول وكان نزل تراكين او ثلاثة تقريبا، كان ابرزهم تراك درويلة. I'm chillin' and chillin' سايبك ما قضيها بفور تشيكن فكك تريكن هاي كير اخرك بالنسبة لنا just a beginning watch me rollin' لحمينا مورال انت لحمك بودينج look who is talking هلعب بولينج باتمان لو ظهر حيختفي روبين. كمان دراجون هيل كان اتسأل هل ممكن ان هو يغني نيو سكول ويغير وجهة نظر الرابرز عنه، فدراجون هيل جاوب وقال نيو سكول اه ممكن اغني الوان جديدة اه، لكن هفضل رابر وحط تحتها الف خط. كان في سؤال كمان اتوجه لدراجون بيقول له انت راجع تنظف السين، فدراجون هيل جاوب وقال له السين مش هينضف وخلينا متفقين، بس انا جاي احارب موجه معينه ظهرت مؤخرا تحت مسمى الموسيقى للتسليه، فمتاح تعمل اي حاجه. ده طبعا كلام جميل بس لا ينطبق على الراب، الراب من ساعه ما اتولد هو موسيقى حرب ومقاومه، ما ينفعش تتحسر في الشكل المخزي الموجود دلوقتي. كمان كان في سؤال تاني لدراجون هيل قال له مش ناوي تغني راب مع احمد مكي والتراك الجاي امتى هينزل، فدراجون هيل رد عليه وقال له العلاقه مع مكي مش زي الاول، عموما هو عنده مشاكل كتير ومشاغل كتير وكل حاجه اختلفت عن الاول. كمان كان في سؤال تاني حد بيقول له طب عايز اعرف ايه رايك في الجوكر احمد ناصر وهل اتعاملت معاه شخصيا قبل كده، فدراجون هيل جاوب وقال له كلماته قويه جدا ومواضيعه قويه جدا ودماغه نضيفه جدا، بس العيب الوحيد بالنسبه لي هو الفلو بتاعه، بس الكلمات في اوقات كتير بتخليك ما تفكرش في الفلو قوي، بس ده طبعا مش في كل الحالات ومفيش شك ان واحد من احسن الناس اللي بتكتب في مصر وانا اتعاملت معاه مره واحده شخصيا. كمان كان في حد سأله قال له مين نفسك تعمل معاه فيت، فدراجون هيل جاوب وقال له متفق انا وكوردي على تراك بقاله سنين نفسي يتنفذ، ومع جاد الجلاد برضه لو امين رجع اتمنى نعمل تراك برضه مع بعض.
بعد كده كان في حد سأله بعد ما دراجون هيل قال رأيه في مروان بابلو ويجز، قال له ما تورينا انت تراكاتك اللي مش بلح دية بتجيب كام فيو. فدراجون هيل رد عليه وقال له انا مش بجيب فيوز، انا بجيب احترام، انا مش شغال عشان فلوس وعشان ابيع لك الخرى واجيب منه فيوز يعني. كمان دراجون اتسأل اذا كان شايف ان ابيوسف رابر قوي ولا زيه زي ويجز وبابلو. فدراجون هيل جاب وقال ان ابيوسف عنده مهارات كتابية افضل منهم بكتير طبعا، بس ليه تراكات كده مش بفهمها بصراحة. على نفسك من الاول قصدي قبل ما تتحول، كتير اتشط من رجلين كاني متسول، كل ما ده قلبي يسود ربك وحش جوايا رفضت تتروت، بص في عيني تخوف وريني الفروق بين طيبه وتطرف، مخي عجزمك جات وتفاهم وقت بتكتشف قوتك اكذوبه، اوضاعك المايله شفتها معدوله، الياس يغرقك والامل سكوبه، بتراهن على سيفك قدام البازوكا، تتعلم بالحرق بالوقت هتنتهي السيجار من كوبا، تتجذب للذهب وبتهجم بسرعه سمك البراكون. وده كده كان موضوع دراجون هيل اللي عمل ضجة اخر فترة في السين المصري، وكان في ناس كتير ردت عليه، وللأسف احنا مش هينفع ناخد الردود عليه في الفيديو ده لانها كتير جدا. ابيوسف رد عليه، ويجز رد عليه، ياسين زهران رد عليه، في رابرز تانيين ردوا عليه، افتكر اللورد كمان رد عليه حاجة زي كده. فاحنا بكرة احتمال ننزل فيديو لموضوع الردود ده لوحده لان الموضوع طويل جدا، في ناس كتير ردت يعني. فدلوقتي هنروح لمواضيع تانية معانا، في مواضيع متأجلة بقالها كتير، في موضوع الحفلة بتاع الفايف. فخلينا نروح لموضوع الحفلة الأول بتاع الفايف. الفايف نزل بوست على الفيسبوك وقال أتمنى يبقى في حفلة فيها كل الرابرز ويبقى كل الأرباح بتاعتها للناس اللي محتاجة بجد قبل الشتاء ما يبدأ. في ناس كل حلمها بطانية أو حاجة بس تدفيها في البرد، اظن ان احنا نقدر نعمل كده ونبقى مؤثرين بجد للمجتمع بتاعنا. بعد كده قال اعملوا تاج للرابرز اللي بتحبوهم وعايزين يعني يشاركوا في الموضوع دوت، لان عايزين نبدا الموضوع دوت قبل ما الشتاء يبدا. وكان في رابرز كتير اعلنوا ان هم حابين يكونوا جزء من المبادره ديت، وكان ابرزهم هشام رابتور، دينيو، باتيستوتا، لورد، دراجون هيل، مينو زين، عمر وام، ويجز، وعفروتو، وام سي نوبي. فحاجة كويسة جدا ونتمنى ان الموضوع دوت يتم يعني. وكان في موضوع تاني كده حصل بس انا مش عارف اصلا هجيبه لكم من انهي زاوية يعني، فانا تقريبا مش هعرض اي سكرينات معايا غير السكرين اللي هي الاساسية بتاعت البوست. المهم سوسكا كانت نزلت بوست على الفيسبوك قالت لكل واحد شكك في الكرنيه بتاعي وقال ما فيش هناك جنة راب، والحمد لله انا اول حد فتح شعبة الراب ديت في مصر، وان رقابة المهن الموسيقية بتفتح الباب للفن وبتعمل لجنة من 6 اشخاص نجوم واسماء تخد ويعرفوا انت فنان ولا بتهبد، ولو لقوك بتهبد بتاخد ورقة مكتوب عليها لا يصلح زي حمو بيكا. الكرنيه ده ما بيطلعش الا اذا انت كنت فعلا ودنك حلوة وبتسمع مزيكا صح. واللي حصل ان لورد كتب لها كومنت وقال لها انت بقى اللي ودنك حلوه وحمو بيكا اللي ودنه وحشه، ومن بعد الكومنت دوت يعني حرفيا قامت حنفية كومنتات ما نقدرش نعرضها. فاللي حصل ان سوسكا ردت عليه وشتمته، فطبعا لورد رجع رد الاول كده بكومنت عادي، بعد كده رجع خد باله من الشتيمة اللي كانت في اخر الكومنت اللي كتباه، وحصل بتاع 300 او 400 ريبلاي كده في الكومنت اللي كتبه لورد. بعد كده راحت سوسكا منشنة محمد اسامة، اتكلموا في مش عارف الديس اللي اسامة كان منزله في لورد والفترة اللي كان فيها بيف ما بين لورد واسامة والكلام ده كله. فده كان الموضوع اللي حصل بينهم اخر فترة. الناس بقى اللي عايزة تفاصيل، اللي عايزة تشوف الحاجات اللي الكلام اللي حصل كله، هبقى اسيب لكم اللينك في الديسكريبشن للبوست نفسه، فالناس اللي بتعشق التفاصيل ديت هتلاقي الكومنت موجود هناك، تقدر بقى تعيش في الريبلايز براحتها. وبخصوص لورد كان نزل اسك كده برضك من كام يوم، فتسأل اذا كان هيباتل فراب اور داي تاني، وكانت اجابته ان هو لا مش هيباتل تاني. كمان اتسأل هو ليه ملهوش باتلز على النت، وهسيبكم مع رده. عشان انا بطلت باتلز قبل ما الباتلز تبقى على النت، ما بحبش التوقعات، لان هو مفيش اي حاجه من راب اورداي قالت كده، مفيش اي بيان من راب اورداي قال في الكلام ده، وفي نفس الوقت سيبها على الله يعني. كمان لورد اتسال هو ليه ملهوش فتات مع فرغلي، وهسيبكم مع رده برضو. والله في بدل التراك بين انا وفرغلي في اقول لك في البومات، بس اللي بننساه اللي بيتركن اللي بيضيع كده يعني للأسف. وفي حد سأله وقال له برنامج رابور داي انت اللي عامله من الاول وفكرتك، ولورد رد عليه وقال له حقيقة.
وبس دي كانت المواضيع اللي معانا اخر فترة. هيكون في فيديو تاني بكرة بنسبة كبيرة على حسب هنشوف الدنيا. برضو احنا بس كنا متعطلين اخر فترة عشان موضوع الاسترايك اللي قلتلكم عليه دوت، بس هو خلاص في طريقه انه يتحل، لان اليوتيوب قبل الريبورت اللي احنا عملناه حوالين الفيديوهات اللي هي اتشالت وحوالين الاسترايك نفسه، فهو خلال 10 ايام تقريبا او اقل هيكون اتحل الموضوع تماما. فكالعاده ما تنساش تعمل سبسكرايب اذا كنت مش مشترك في القناه، ما تنساش تعمل لايك لان الموضوع ده بنعتبره تقييم لشغلنا، وما تنساش تشير القناه لاي حد من صحابك مهتم بالراب سين. وشكرا على المتابعه. تقريبا احنا ممكن نحط عنوان للفيديو دوت دراجون هيل بيقول رايه في يوسف جوكر والجوكر وابيوسف وويجز ومروان بابلو واحمد مكي وتربيزه بينجو بلياردو.